للبولاريزيشن. البولاريزيشن هو الاستقطاب، يعني كيف ننقي الموجة. طيب مثال على البولاريزيشن زي النظارات الشمسية، تنقي لي الأشعة اللي جايتني من الشمس عشان ما تأذي عيوني، تعطيني بس موجة واحدة من الموجات الكثيرة اللي تمر من خلال النظارة. طيب الآن حنا لازم نتعلم كيف تعمل هذه النظارات. قال أول شيء imagine a rope attached at one end to a wall. تخيل أنك عندك حبل مربوط من جهة واحدة للجدار والجهة الثانية أنت ماسكة بهذا الشكل، خلاص. قال if you move your hand from side to side you should say that the wave is horizontally polarized. قال لي إذا أنت قاعد تحرك الحبل يمين ويسار side to side، فالآن راح أقول إنه هذه الموجة مستقطبة بشكل أفقي، يعني جاية يمين ويسار بشكل أفقي على المحور X، خلاص. طيب قال لي لو جيتي وحركتي الحبل up and down، فوق وتحت، فأنت قاعد تحركينه vertically، يعني أحركه بشكل عمودي. قال هنا if you move your hand from up and down we would say that the wave is vertically polarized. إذن رح أقول إنه الموجة هنا هي vertically polarized، إذن بشكل وش فيه عمودي على المحور Y، خلاص. إذن هذه مستقطبة بجهة عمودية وهذه مستقطبة بجهة أفقية. قال polarization is only possible with transfer waves. إذن هذه لازم تعرفينها، إنه ما أقدر أنا أستقطب إلا الموجات المستعرضة. طبعا ليش ما أقدر أستقطب إلا الموجات المستعرضة؟ لأنه الموجات المستعرضة جاية على شكل قمم وقيعان بهذا الشكل، فلما أجي أنا أستقطبها، يعني قمم قيعان سواء بشكل عمودي سواء بشكل أفقي أو بشكل مائل بزاوية، المهم أنها جاية قمة وقاع. فلما أنا أجي أحط قدامها محور استقطاب، سواء كان محور استقطاب بهذا الشكل هذه الفتحة أو كان بشكل أفقي أيا كان، الموجة راح تقدر تمر وتدخل من هنا وراح تستقطب، يعني ما راح يمر من المحور الاستقطاب إلا الموجة اللي لها هذا الشكل. وأي موجة ما لها الشكل مثلا العمودي ما راح يمر. هذا بالنسبة للموجات المستعرضة. لكن فرضا لو حنا قد عندنا موجة longitudinal ومرت من خلال محور استقطاب، هل راح تستقطب؟ يعني هل راح بس الموجة اللي شكلها نفس شكل محور الاستقطاب راح يطلع؟ يقول لا، انه الموجات اللونجتيودينال، لاحظي هنا هل جبتها من ويكيبيديا، يقول لي انه ما نقدر نستقطب اللونجتيودينال because their particles vibrate in the same direction the wave travels. قال لان جزيئات الموجات الطولية راح تهتز بنفس طريق الموجة، فسواء حطيتي لها طريق عمودي او طريق افقي يعني الموجة راح تتبع هذا الطريق أيا كان. لكن الموجات الطولية هي لها طريق محدد، فلو هي مثلا كانت بشكل أفقي وأنت جبتي لها محور استقطاب بشكل عمودي، أول ما تدخل عند المحور الاستقطاب اللي بشكل أفقي عفوا وهي عمودي ما راح تقدر تدخل. ليش ما راح تقدر تدخل؟ لأنه محور الاستقطاب يعيق لها طريقها. لكن لو كان مثلا محور الاستقطاب شكلها عمودي والموجة برضو شكلها عمودي راح تدخل منه. إذن الموجة الترانسفير اللي هي الموجة المستعرضة تقول أنا لي شكلي، وإذا أنت يا الباب ما تسعني ما راح أدخل. بس الموجة اللونجتيودنا تقول لا والله أنا بمشي وين ما كان رزقي، وين فتح سواء الفتحة أفقية ولا عمودية بدخل معها. عشان كذا حنا نقدر نستقطب الموجات الترانسفير المستعرضة، ولا أقدر أستقطب الموجات اللونجتيودنال. طبعا الآن رح نتعرف على الاستقطاب بشكل يعني أوسع ورح تفهمون إن شاء الله. قال since light is a transfer wave it can be polarized. قال بما أنه اللايت الضوء هو عبارة عن موجة مستعرضة قمة وقيعان، إذا أقدر أسوي لها استقطاب. قال a polarized filter absorbs light passing through it unless the light is polarized in a particular direction. قال لي إنه إذا هذا المحور الاستقطاب هذا اللي عندي اللي يسوي لي استقطاب رح يدخل لي الموجة من خلال الفتحات ما لم تكن هذه الموجة اتجاهها عكس اتجاه محور الاستقطاب. فلاحظي هنا إنه محور الاستقطاب جاي بشكل وش فيه vertical،
خلاص vertical يعني عمودي، ونلاحظ انه الموجة بعد up and down يعني بعد vertical، فهذه vertical عمودية وهذه vertical، اذا راح تمر من محور الاستقطاب. طيب الان عندي هذه الموجة ما هي vertical ولا هي horizontal، لا عمودية ولا افقية، جاية مايلة بزاوية 45 ودخلت عند محور استقطاب، وش فيه vertical، ايش راح يصير فيها؟ عمودي، راح تستقطب بشكل جزئي، يعني لاحظي قل الطول الموجي حقها، ليش؟ لأنه هي مايلة بزاوية معينة، فبعضها رح يدخل وبعضها ما رح تقدر تدخل. طبعاً ليش هذا الكلام؟ إحنا لما نقول إنه هذا الجسم مايل بزاوية، معناته له مركبة أفقية X، خلاص هذه هي مركبة Y ومركبة X، فهي هذا هو جاي كذا، جاي الموجة بهذا الشكل، خلاص، فهي لها نقطة على الواي ولها نقطة على الإكس. النقطة اللي الأفقية اللي على الواي راح تدخل، لكن النقطة العمودية النقطة اللي على الواي العمودية راح تدخل، لكن النقطة الأفقية اللي على الإكس ما راح تدخل من محور الاستقطاب، خلاص. إذا بس اللي راح يدخل الجزء العمودي، هذه بالنسبة إذا كانت مايلة بزاوية راح يدخل بس الجزء العمودي. الآن لو جينا هنا لاحظي انه محور الاستقطاب جاي افقي، يعني من فوق لتحت، والموجة جاية side and side يعني يمين ويسار، خلاص يمين ويسار، وهذه فوق وتحت، ما رح تدخل الموجة من خلالها، اذن ما رح تدخل من خلال محور الاستقطاب. وطبعا هذه تخيلوا انها النظارات الشمسية، النظارات الشمسية ما رح تدخل منها الاشعة الافقية، فقط تدخل جزء من الأشعة اللي لها زاوية، وبرضو الأشعة العمودية راح تدخل، فالضوء اللي راح يوصل لعيوني راح يكون أفقي أو مائل بزاوية، وهذا الضوء الهوريزنتال ما راح يدخل لعيوني، لأنه أصلا هو ضوء ضار، يعني ضوء ساطع جدا. فنعم، طيب وين وصلنا؟ قال لي هنا If vertically polarized light is passed through a vertical polarized, all the light passes. قال إذا كان الضوء مستقطب عموديا ودخل للوح استقطاب عمودي، كل الضوء راح يعبر من خلاله، زي ما قلت لكم هذا عمودي وهذا حق الفلتر عمودي، برضو راح يدخل كله. قال لكن إذا كانت الزاوية 45 ف only some light would passes، اذا بعض الضوء راح يدخل مو كله، هذا لما تكون بزاويه 45. ليش عرفنا، ليش قلنا مو كله راح يدخل؟ لانه قلنا انه اي شيء مايل بزاويه معناته له مركبتين، افقيه وعموديه. مين اللي راح يدخل من خلال الفلتر؟ بس المركبه العموديه، لانه الفلتر عمودي. طيب اذا كان الاشعاع افقي والفلتر عمودي، ما رح يدخل أي شيء، خلاص. فقال لي هنا إنه في horizontally polarized light is passed through a vertical polarized, none of light passes through the polarized. إذا ما رح يدخل من خلال البولارايزد. طيب نجي هنا، قال لي most light is unpolarized. قال أغلب الضوء اللي حنا نتعامل معه في حياتنا اليومية ما هو polarized، إذا ما هو أغلب اللايت اللي نتعامل معه ليس مستقطب، دائما اللايت اللي نتعامل معه يكون عبارة عن عدة موجات في اتجاهات مختلفة، زي هذا اللي احنا شايفينه هنا، شيء جاي side by side وشيء جاي up and down وشيء جاي في زاوية، فعشان كذا احنا نحتاج النظارات الشمسية عشان نبغى اشعاع واحد مفلتر يوصل لعيوننا، خلاص. وكيف أنا أختار نوع هذا الإشعاع؟ أختاره عن طريق اختيار هذا الفلتر المعين. أنا أبغى والله بس الإشعاع الأفقي يوصل عندي، أسوي أفقي، أبغى بس العمودي يوصل عندي، أسوي عمودي. قال لي هنا If unpolarized light passed through a vertical polarizer, then only those components that were originally vertically polarized passed through the filter. قال إذا كان عندي فلتر عمودي، ما رح يمر غير الأشعة العمودية، خلاص. طيب قال لي هنا polarized sunglasses are very useful because light is polarized to some extent when it reflects off a smooth surface like that of water, asphalt or the paint
on the hood of a car. In particular, the reflected sun glass is partially polarized horizontally. طيب يقول لي الآن شفتي أنت إذا لبستي النظارات الشمسية باقي الأشعة اللي ما تفلترت إيش راح يحصل لها؟ راح تنعكس. إذا انعكست وين تروح؟ تروح تعكس على الأسطح الثانية. فأغلب اللي تنعكس على النظارة راح تكون horizontal، راح تكون أفق، راح تكون أفقية. ليش راح تكون أفقية؟ لأنه اللي طلع من خلال النظارة عمودي، صح؟ إذا اللي انعكس وش راح يكون؟ راح يكون أفقي. هذا الأفقي اللي هو مرة ساطع راح يعكس على الإسفلت وعلى الغطاء حق السيارة ويطلع لي إنه شكله كذا لامع، خلاص. إذا هذا هو الأفقي، هو الرفلكتد. إذا الأفقي هو الرفلكتد اللي جاي هوريزنتال، يكون رفلكتد يعني معكوس عن النظارة، ما يدخل لعيوني. مين اللي يدخل لعيوني؟ العمودي، الفيرتيكال، خلاص. فقال لي هنا this reflected light called the glare is usually bright and annoying. قال هذا هو الرفلكتد light، الرفلكتد light، الشعاع المنعكس اللي horizontal ما دخل خلال النظارات ونعكس، نسميه glare، خلاص. وهو يعني غالبا يكون مشع ومزعج. قال sunglasses used polarized lenses with their transmission axis vertical will block most of this reflected light which makes it easier to see the surface itself. قال لي انه sunglasses راح تسوي لي حظر لهذه الاشعه الهوريزونتال الضاره اللي تكون مره مشعه، ولا راح تخليها تدخل لعيوني، مما يجعل الرؤيه وش فيها اوضح، رؤيه الاسطح راح تكون واضحه. طيب الان راح نجي لليكويد كريستال ديسبلاي. هذه الليكويد كريستال ديسبلاي موجوده في شاشات التلفزيون، في شاشات الكاميرات، ايش كمان الحين يقول لي هنا LCDs used in calculators بالحواسب، بالديجيتال واتش بالساعات الإلكترونية، اللابتوب، الكمبيوترز and video games also use polarization. قال برضو هذه الشاشات الموجودة في هذه الأجهزة تستخدم الاستقطاب. طيب إيش شلون يعني تستخدم الاستقطاب؟ قال شوفي فيها شيء اسمه سائل كريستالي، liquid crystal. وش وظيفته؟ قال هو على شكل ساندويتش، خلاص، بين فلترين. اذا عندنا فلترين استقطاب، واحد افقي والثاني عمودي، تمام، وبينهم عندي ذا الكريستال السائل، خلاص. And this assembly is placed in a front mirror. وعندنا مرايه. اذا هذا هو التركيب اللي تركب منها ال LCD. وش عندنا؟ عندنا لاحظي، عندنا فلتر اول، بعدين عندنا شو اسمه سائل كريستالي، بعدين عندنا فلتر ثاني، بعدين عندنا ميرور. طيب وش فائدة هذا الشيء؟ الحين أقول لك، أول شيء يدخل لي ضوء غير مستقطب من خلال هذا الفلتر. إيش راح يصير فيه؟ فقط الأفقي راح يمر. طيب الأفقي دخل من خلال الكريستال، وش وظيفة الكريستال؟ الكريستال راح يسوي له فليب من أفقي مثلا يخليه عمودي، خلاص. كان أفقي خلاه عمودي، يغير اتجاهها، غير اتجاهها بحيث إنه يقدر يمر من المستقبل، من المرشح الثاني. فمر من خلال المرشح الثاني، بعدين ضرب المراية. فلما يضرب المراية معروف إنه رح ينعكس، فنعكس بنفس الاتجاه، ثم رجع للكريستالة، سوى فليب، غير اتجاهها نفس اتجاه المرشح اللي فوق، وطلع لي الآن وشو؟ ضوء مستقطب، خلاص، طلع لي ضوء مستقطب. طب الحين تقولين شو الفايدة الحين؟ ليش أنا سويت هذا الشيء كله؟ كان جبت فلتر واحد دخلت منه الضوء وطلعت هذه. قالوا لا، هذا حنا نستخدم الكريستالة هذه تسوي لي فليب وما فليب عشان نكون صور، بحيث أنه نقاط من الكريستالة نطفي فيها الكهرباء ونقاط نشغل فيها الكهرباء. النقاط اللي راح تطفى عندها الكهرباء ما راح ينعكس عنها الضوء، فراح تكون نقاط سوداء، والنقاط اللي راح يكون مشغل عند الكهرباء راح تكون نقاط مشتغلة، واللي عفوا سوداء، والنقاط اللي طافية عند الكهرباء راح تكون نقاط مولعة. الحين راح نشرحها بشكل أفضل تحت، بيشرح لنا إياها. طيب إذا هذه فائدتها عشان تطلع لي صور على الشاشات.
قال لي شوفي، قال without the liquid crystal present the display would be dark. قالت الآن افترضي إنه ما عندنا هذه، مو موجودة، خلاص خلاص ذي مو موجودة. فلما الضوء نزل من هنا، هو نزل بهذا الشكل جاي مثلا عمودي، ولما يوصل للفلتر اللي بعده هو عمودي، والفلتر هذا أفقي، هل يقدر يمر من عنده؟ ما راح يقدر يمر من عنده، عشان كذا الضوء ما راح يوصل للمراية، معناتها ما راح ينعكس الفوق، ما راح يطلع لي شيء على الشاشة. هذه إذا ما كان فيه الكريستال. لكن هذا الكريستال وظيفتها أنه لما يدخل عندها شعاع تقلب اتجاهها بحيث أنه يقدر يمر من الفلتر هذا ويصقع بالمراية وينعكس مرة ثانية، ثم ينقلب ثم يطلع مع الفلتر ويطلع لي الضوء. إذا تخيلوا لو ما في هذه الكريستالة هنا، ما في هذه الكريستالة، الضوء اللي بيدخل ما عاد يرجع، لأنه في فلتر ثاني ولا رح يقدر يوصله للمراية. لكن عشان الكريستالة موجودة فهي قاعد تسوي لي كل مرة تعكس لي الاتجاه بحيث أنه يقدر يطلع من جديد. طيب قال لي light passes through the first polaroid is polarized vertically and would be totally absorbed when it reach the second polaroid. قال لي أنه الضوء اللي قاعد يمر من المستقطب الأول رح يكون مستقطب بشكل عمودي، خلاص بشكل عمودي مستقطب، وبعدين لما يوصل لما الكريستال راح تقلبها من عمودي الأفقي عشان يقدر يمر من المستقطب الثاني. الآن مر من المستقطب الثاني بسلام، عنده مراية راح يضرب المراية وينعكس بشكل عمودي نفس الشيء، عفوا شكل أفقي مرة ثانية. دخل الكريستال يقلبها لشكل أفقي، ثم راح يطلع لي من برا على الشاشة بشكل أفقي. طيب قال لي no light would reach the mirror so طيب when it reach the second polaroid. طيب no light would reach the mirror so none would be reflected back from the display. طبعا هذه الحالة متى راح تكون؟ يقول لي لما ما يكون عندي الكريستالة هذه، خلاص لما ينزل الضوء اللي شكله عمودي، خلاص الكريستالة مو موجودة، ما في كريستالة، في على طول الفلتر هذا جاي بشكل أفقي وما في كريستالة تقلب لي هذا الشعاع الأفقي، فأفقي جاء لما عمودي، هل راح يقدر يدخل من عنده؟ لا ما راح يقدر يدخل من عنده، عشان كذا ما راح يقدر ينعكس على المراية ويطلع لي من هناك، يطلع لي على الشاشة، فما رح يطلع لي على الشاشة إلا بوجود الكريستالة. فقال لي هنا the specially chosen liquid crystal material between the polaroids is arranged so that in its normal state its molecule change the polarization of light passing through it. قال ليش حنا نستخدم هذا الكريستال؟ لأنها هي لها خصائص مادية، لها إنه هذه المادة تقلب لي اتجاه الضوء، خلاص الضوء كان أفقي عمودي يصير أفقي. إذن وش تسوي لي هذه الكريستالة؟ تقلب لي بطبيعتها اتجاه الضوء. يقول لي the liquid crystal twist the polarized light 90 degree. إذن راح تقلب لي اتجاه الشعاع ب 90 درجة. يعني هو كان كذا عمودي، كان عمودي قلبته 90 درجة صار أفقي، خلاص. إذن هذه وظيفة الكريستالة. قال لي شوفي the polarization is changed from vertical to horizontal for light passing through the front and from horizontal to vertical for light passing through from the rear. إذن هنا يقول لي إنه اللايت اللي راح يدخل من هنا، لاحظي قال اللايت هذا كان vertical دخل خلال الكريستال صار horizontal، تغير اتجاهه، كان vertical بهذا الشكل ولما دخل هنا صار horizontal، بعدين نزل للمراية وانعكس مرة ثانية وهو لسه horizontal، لما دخل لما الكريستال مرة ثانية ايش صار فيه؟ صار vertical، تغير اتجاهه وطلع لي vertical. طبعا الشاشات لازم تطلع لي نور vertical. ليش؟ لأنه زي ما قلت لكم الهوريزنتال يضايق العين، الهوريزنتال يضايق العين وأنوينج، عشان كذا احنا نستخدم سن جلاسز بس عشان نشوف الفيرتيكال. فبالتالي الآن الشاشات لو لبستي سن جلاسز راح تشوفين الشاشة يعني عادي. ليش؟ لأنه الشاشة تطلع لي فيرتيكال
والساني جلاسز النظارات الشمسية ما تدخل لي إلا فيرتيكال، لكن لو جبتي النظارات الشمسية وقلبتيها وحاولت تناظرين الشاشة اللي تطلع لي نور فيرتيكال، راح تلاحظين ظلام، ما راح يقدر يطلع النور لأن استعكستي محور الاستقطاب حق النظارة. فالنظارة متناسبة مع الشاشات، الشاشة فيرتيكال أنت قاعد تناظرين بالساني جلاسز يدخل بس فيرتيكال وهكذا. إذا ليش الحكمة إنه الضوء اللي يطلع مع من الشاشة يكون vertical عشان الضوء الهوريزنتال مضر. طيب قال لي هنا to make image on the display segment of it are darkened، قال عشان حنا نكون صورة على الشاشة لازم يكون فيه أجزاء من الصورة مظلمة وأجزاء مشغل فيها الضوء عشان تطلع لي صورة، يعني تطلع لي نقط بيضة ونقط سوداء ونقط ملون. عشان كذا أول التلفزيونات كانت أسود وأبيض، النقط السوداء هذه ما مو شغال عندها الكريستال، والنقط ايش اسمها المشعه البيضاء تكون شغال عندها الكريستال. عشان كذا هم عرفوا شلون يخترعون التلفزيونات باستخدام هذا الكريستال. فقال لي here is where the liquid crystal property is used، قال an electric field is switched on the part of the display to be darkened، قال عشان نخلي يعني نخلي الكريستال ما يشتغل عند بعض النقاط، لان احنا ما نبغى كل نبغى نكون نقط سوداء بالشاشه صح. فهذه هي الآن الكريستالة صح؟ النقط اللي ما نبغاها تكون ظلمة نروح نشغل فيها كهرباء خلاص؟ إذا شغلنا فيها كهرباء وش رح يصير؟ إذا دخل لها الضوء، إذا حاول أن الضوء يدخل لها ما رح تسوي لها فليب، ما رح تقلبها، فبالتالي ما رح ينعكس على الشاشة، فبالتالي مكانها وش رح يكون؟ رح يكون أسود خلاص؟ لكن النقاط اللي ما شغلنا فيها الكهرباء الشعاع راح يدخل يسوي فليب ويطلع لي على الشاشة. النقاط اللي مشغل فيها الكهرباء يدخل الضوء ما يقدر يسوي فليب ولا يطلع على الشاشة. أتمنى تكون الفكرة وصلت. إذا النقاط اللي يكون فيها كهرباء بالكريستال ما راح تنعكس لي على الشاشة، لكن النقاط اللي ما فيها كهرباء راح تنعكس على الشاشة. قال this causes the molecules of the liquid crystal to rotate and become a ligand in one direction، قال إذا أنا رحت وعطيت الكهرباء لجزيئات السائل الكريستالي فهي راح تصطف بجزء واحد بحيث أنها تمنع الأشعة أنها تمر خلاص، أو أنها تسوي لها flipping، تسوي لها فليب. ايش يعني فليب؟ يعني تغير اتجاهها. طيب قال لي as a result they no longer change the polarization of light passing through، اذا لانها صارت لانه اصطفت بشكل واحد المكان اللي فيها كهرباء ما راح تستخدم ما راح تسمح للضوء انه يغير اتجاهها خلاص. قال light going through this segment is absorbed by the second polaroid and that part of display is dark، اذا لما يجي يدخل لي هذا الشعاع خلال هذا المستقطب ما رح يقدر يدخل. ليش؟ لأنه غير الاتجاه، لأنه لاحظي كان الكريستالة ما قلبت لي اتجاه الإشعاع، فلأنها ما قلبت لي اتجاه الإشعاع ما قدر يوصل لهذه السيجمنت، ما قدر يوصل عفوا لي ما يقدر يعبر من خلال المستقطب لأنه عكس الاتجاه. إذن هذه المنطقة لازم تعرفون إنه المنطقة اللي ما تقلب لي الاتجاه تكون ما فيها كهرباء، والمنطقة اللي تقلب لي الاتجاه يكون في ما فيها كهرباء خلاص. طيب قال the transmission axis of the first polarized is oriented vertically so that you can see the display while wearing polarized sunglasses، يقول لي انه هذا المحور الاستقطاب اللي جاي على الشاشه اللي انت تقدر تشوفه على طول وشو ميزته انه جاي بشكل افقي يطلع لي الضوء الافقي عشان لما تجي انت تلبسين نظارات شمسيه تقدرين تشوفين، لانه النظارات الشمسيه ما تدخل لي الا الضوء الافقي، فالشاشه لازم تطلع لي ضوء افقي، عفوا مو افقي عمودي. اذا هذه مسوينها بشكل عمودي خلاص، والنظارات الشمسية ما تدخل لي إلا العمودي، فلما أنا ألبس النظارات الشمسية أشوف بس الضوء العمودي، عشان كذا أقدر أشوف الشاشة اللي تطلع لي ضوء عمودي vertical. طيب قال لي if you rotate LCD like that one digital watch and look at it while wearing polarized sunglasses at one point all of it will be dark، الآن لو أنت عندك
لو عندك ساعة ديجيتال، ساعة إلكترونية، وقلبتها وانت لابس نظارات، إذا قلبتها ما رح تظهر لك الشاشة. ليش ما رح تظهر لي الشاشة؟ لأنه عكست محور الاستقطاب، خليتها هوريزنتال. بما أني خليتها هوريزنتال، النظارات الشمسية ما رح تسمح للهوريزنتال لأنه يدخل، فرح تطلع الشاشة باللون الأسود. بينما لو خليتها على نفس اتجاهها فيرتيكال، راح تدخلي من النظارة الشمسية وأقدر أناظرها.